وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة. يهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، كما يهدف إلى حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.